انطلقت اليوم قمة أغدار العالمية بدورتها الرابعة في أكسبو 2020 من ضمن فعاليات قمة أغدار العالمية منصة إماراتي وأقدر. المنصة هذه تقوم بتسليط الضوء على شخصيات إماراتية متميزة في عدة مجالات، وتسلط الضوء على ما حققته الشخصيات هذه من إنجازات وابتكارات متميزة، واللي بدورهم ساهم في نهضة المجتمع وتركوا أيضا بصمة إماراتية. اليوم وبحمد الله انطلقت فعاليات قمة أغدار العالمية بنسختها الرابعة في إكسبو 2020 والتي تتواصل لغاية 30 أكتوبر، ومن ضمن فعاليات اليوم تنطلق المصداقية الإماراتية التي تأتي بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية التي تشارك تبوعا في هذه الجلسات. في هذه المنصة الدولية المتنوعة والتي تسلط الضوء على الصفات والقيم الإماراتية النابعة من أرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، وتوجيهات القيادة الحكيمة التي تجعل من المواطن الإماراتي متميز بأنه مقدام كفو وناجح، وهي بذلك فعالية لمن يريد التعرف عن قرب على الشخصية الإماراتية.